أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة عودة الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا ابتداء من سبتمبر المقبل بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. وجاء إعلان دبيبة خلال رحلة تجريبية من روما إلى طرابلس، كان هو على متنها مع وفد مرافق إضافة إلى رئيس مصلحة الطيران المدني الإيطالي. وأوضح دبيبة أن هذه الرحلة بمثابة رفع جزئي للحظر المفروض على المطارات المدنية الليبية. رحلة اليوم التجريبية هي إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية. بعون الله ستنطلق الرحلات التجارية للمواطنين عبر الطيران التجاري في شهر سبتمبر إن شاء الله.